أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شوفرليه دبابة، موديل العربية 2012، مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هنقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شوفرليه دبابة موديل العربية 2012. العربية فيها رخصة لمدة سنة، العربية فيها كاوتش جديد، العربية فيها طقم عدة كاملة، العربية فيها سروج جديد، العربية بحالة ممتازة، العربية الفتيس والكورونا والمكنة بتاعتها حالتها 80%، العربية بحالة ممتازة مش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرليه دبابة موديل العربية 2012، سعرها 180,000 جنيه. سعر العربية 180,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على الرقم 0-149-233-324. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على الرقم 0-149-233-324. ده كان موضوع النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي حضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.